السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما أبدا لا انقضاء له. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أحصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا لا خائفا ولا وجلا. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم، فإن خير ما يتحلى به الإنسان المؤمن في حياته الدنيا اتقاء محارم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله العظيم في محكم كتابه ومنيف خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية القرآنية تؤكد على أن للغيب مفاتح، وعنده مفاتح الغيب وليس مفاتيح. المفاتح هي خزائن الله، خزائن الله مفاتحه، وعنده مفاتح الغيب. إذن هذه الآية تؤكد أن هذا الغيب له مفاتح. آية قرآنية أخرى تبين ما هي مفاتح الغيب، لأن مفاتح الغيب خمسة طبقا لهذه الآية القرآنية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي المغيبات الخمسة التي ذكرها القرآن الكريم بالنص. نجي أولا: إن الله عنده علم الساعة، هذا من الغيب، هاي من الأمور الغائبة، هاي من الأمور التي ما يدري بها الإنسان، وهذا اللي يدعو الإنسان إلى الإيمان، يدعو الإنسان المؤمن إلى أن يسلم كل شيء لله. شوف هذا الفرق، المؤمن ينطلق من هذا الإيمان العظيم أن الساعة بيد الله. ماكو واحد يقدر يقول أنا أعرف، أنا أدري. الله تبارك وتعالى يقول عنده علم الساعة. شوف هذا اللي ينطلق الإنسان المؤمن، يعطيه قوة وطاقة، طاقة إيمانية. الإنسان المؤمن يدري أنه
كل أمر بيد الله. ترى مو أنا اللي مدبر أمري، مو أنا اللي منظم حياتي، هذا أمر بيد الله. زين، إن الله عنده علم الساعة، بعد شنو؟ وينزل الغيث. زين، قد تقول أنه اليوم عندهم طرق معينة وينزلون من خلال الغيث. لا، الله تبارك وتعالى عنده علم تنزيل الغيث بحيث يعلم أن هذا الغيث شنو راح ينتج، شنو راح تكون ثماره، شنو راح تكون نتائجه. هذا مو فقط أنه يعلم أنه ينزلون الغيث، ربما قد ذكرت ذلك في غابر الأيام في مدينة هدان، مدينة صحراوية تمر سحب من عليها كثيرة لكن ما تهطل، فجابوا خبراء كانوا يلقحون هذه الغيوم بحيث انه شنو صارت تمطر، فمطرت، لكن اوجدت خرابا هائلا، خراب، صارت سيول، مزارع جرفت، بيوت حطمت. فالصحف يوم اخر حطت صورتين لمدينة، صورة قبل وصورة شنو بعد، صورة قبل كاتبين جوا هذا صنع الله، صورة بعد كاتبين هذا صنع البشر. هو ضرورة أنه واحد يعلم أنه ينعم ينزل، لا، وينزل أن الله عنده علم الساعة، يعلم بالدقة كيف ومتى وبأي صورة، وينزل الغيث أيضا يعلم النتائج شنو المترتبة على هذا النزول بعد، ويعلم ما في الأرحام. هذا المغيب الثالث اليوم يجيب لك الآن السونار يكشف، هو يظنون بأنه هو يعلم ما في الأرحام فقط، يكشف شنو ذكر ذو أنثى، مو هذا، يعلم ما في الأرحام، يعرف الله تبارك وتعالى يعرف نتيجة هذا الجنين، شنو راح يترتب عليه هذا الجنين، شنو راح يكون مصيره هذا الجن، هذا المراد به، وإلا مو مسألة أنه يعلم أنه ذكر أو أنثى. هذا النظر القاصر للبعض، يقول خب اليوم أجوا أكو أجهزة اليوم وتكشف أنه ذكر، مو هذا المراد. ويعلم ما في الأرحام بعد، شنو اللي يكسب الإنسان؟ خب الإنسان الآن يجي يريد يقول أنا أدري اليوم تجارتي معينة، حسابات دقيقة، هل قد يكون الوارد وهل قد يكون الداخل وهل قد... لا، مو هذا. ربما يكون الإنسان أمر ليس من رزقه، ليس من يكسبه، لكن ما يتمتع فيه، يكسب غدا. المراد من الكسب الحلال الذي يكون بثمر طيب بعد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المغيبات الخمسة إنما أصبحت مغيبات حتى تقول للإنسان يا إنسان ترى أنت مصيرك بيد الله، ولما أنت تعلم بهذه الخمسة وتيقن بهذه الخمسة ويكون عندك يقين بها، أنت معنى ذلك مسلم أمرك إلى الله، معنى أنت لا خوف عليك ولا تحزن ولا عندك. وهذا هو الفرق، هذا الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. إذن هنالك مفاتيح للغيب، هناك مفاتيح، وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، هاي الخزائن الخمسة اللي الله تبارك وتعالى مخصصا لي ذكرتها، هاي الآية القرآنية المباركة ثانية. الغيب أهم عنصر أساسي للدين أيها الأعزاء. شوفوا الدين عماده الغيب، يعني أنت ماكو ديانة سماوية ما بها غيب. إذا جردت الدين عن الغيب وعن الغيبيات إيش صار؟ شو اللي صار؟ صار دستور بشري وإنساني. الدين، النظم الدينية، فرقها عن النظم البشرية الوضعية أن النظم الدينية فيها جانب شنو؟ فيها جانب غيب. أما النظم الشرعي الوضعية البشرية ما فيها جانب غيبي، ما فيها جانب إلهي، ما فيها جانب روحي،
فإذا جردت الغيب عن الدين أصبح الدين حكما وضعيا. زين، الله تبارك وتعالى عندما جعل في طليعة صفات المؤمن شنو؟ الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة وصفهم شنو؟ الذين يؤمنون، يعني حتى قدمها على الصلاة. ليش؟ لأن العنصر الغيبي هو الأساس. شوف الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب إنما هو جعل في طليعة صفات المؤمنين بنص القرآن الكريم لأجل أن يصير مائز. الذين يؤمنون بالغيب بعد الإيمان بالغيب يقيمون الصلاة. الله تبارك وتعالى أراد أن تكون حياتنا أوسع من الحياة المادية. لا يكون فقط أفكر بيت وبدني وروحي وأبناء، لازم عندي شيء شنو أبعد من ذلك، وهو الإيمان بالغيب. الغيب جانب روحي غائب عن الحواس، غائب عن شنو؟ الحواس الخمسة: البصر، السمع، الذائقة، الشامة، اللامسة. صحيح؟ هذا يسموه شنو؟ يسموه غيب. غيب بمعنى إيه؟ بمعنى عدم المشاهدة، وبمعنى عدم الحضور. خلي أمثلك. الآن أنت غائب عن بيتك، صحيح؟ أنت غائب عن بيتك بمعنى عدم المشاهدة وعدم الحضور في بيتك. أنت ما موجود في بيتك، أنت غائب عن بيتك، يعني عدم حاضر في بيتك لو ما مشاهد، غير حاضر في بيتك. أما شوفوا الآن جهاز الميكروفون وراء المحراب، جهاز الميكروفون حاضر لو غائب؟ غائب هو غائب بمعنى عدم المشاهدة. الغيب إلى معنى غيب بمعنى عدم الشنو؟ مثل الآن جهاز الميكروفون وين؟ خلف المحراب، هو غائب. لكن هل غائب بمعنى عدم الحضور؟ الحاضر هو حاضر في المركز موجود، لكن احنا شنو؟ ما نشوفه لأنه وراء المحراب. ومر الغيب المراد به عدم الشنو؟ عدم الحضور. لا، أصلا الجهاز ما موجود، أنت ما موجود في بيتك، يعني شنو؟ غائب عن بيتك، ما موجود. مرة أنت موجود في بيتك لكن شنو؟ غير مشاهد. الثنات يصير غيب. زين، لما نقول الله غيب تبارك وتعالى بمعنى عدم الحضور لو عدم المشاهدة، هذا يصير اختلافا. لما نقول الإمام الحجة سلام الله عليه غيب معنى عدم الحضور لو عدم المشاهدة، عدم حاضر الإمام، عقيدتنا هذا إمامنا. لذلك تشوف هذا الغيب شلون تركزه، شوف لما شلون تعيش حالات الغيب تركزها في ذاتك. أنت ليش تخلي إيدك على راسك لما تذكر الإمام؟ أنت تريد تأكد، تريد تأكد وتوكد وتركز شيء موجود في عقيدتك ثابت، تعطي لنفسك طاقة إيمانية غيبية. أنا عندي إيمان، لما يذكر الحجة أقوم أوقف، يعني أنا مستعد، أنا عندي إيمان بالحجة سلام الله عليه، أنا عندي وثوق بهذا. هذا معنى الغيب. الغيب هنا مو بمعنى عدم الحضور، هنا بمعنى شنو؟ عدم المشاهدة. أسألك سؤال، قلت تفضل. قال أنت تقولون الله في كل شيء حاضر، قلت نعم، هذا عقيدة. قال عذرا يعني حاضر بالتواليت، قلت له شوف، حاضر حضوره بمعنى علمه، حضور الله بمعنى شنو؟ علم. مو حضور. تجسمون الله تبارك وتعالى، فصير عندكم مشكلة، صار عندكم مشكلة. إذا جعلتم الله جسم فراح صار عندكم مشكلة. هل الله تبارك وتعالى موجود في الأماكن اللي ما ينبغي للخير أن يوجد فيها؟ هنا صارت عندكم مشكلة. لكن احنا شنو؟ مجسم لو مو مجسم؟ قول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا معنى حضور الله شنو؟ علمه.
فالله لما عنه لما تخرج من البيت المفترض عندك فرد إيمان، تعرف أن هنالك طاقة كبيرة تدعمك، عندك الله يأيدك، عندك الله ينصرك، عندك الله يحميك، عندك الله تبارك وتعالى يسندك، عندك الله يكفيك من شر الأشرار كيد الفجار. تدري هذا الإيمان إيش قد قوي؟ تدري هذا إيش قد يعطيك طاقة؟ تدري هذا إيش قد يخليك في تعيش حالات الأمل وحالات السعادة وحالات الاستقرار؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أكون على يقين وثقة بأن الله لا يخذلك. ضرورة الإيمان كل ضروري، إحنا باعتبارنا موحدين ومؤمنين أن يكون عندنا ونركز في ذاتنا. إخواني أخواتي، ركز في ذاتنا هذا الجانب، جانب الإيمان بالغيب. أولاً ضرورة الإيمان بالغيب تنبع من خلال جهات. الجهة الأولى في الواقع الاكتفاء بالجانب المادي. شوفوا الإنسان، كلما ازداد الإنسان اكتفاء من الجانب المادي كلما احتاج ولحت الضرورة على الجانب الغيبي، على الجانب الإيماني. لذلك انتوا شوفوا حالات الاضطراب، حالات الكآبة، الحالات الأمراض النفسية تنشأ في البيئة اللي يصير بها اكتفاء. شنو اكتفاء مادي؟ ليش؟ لأن الإنسان ما يقدر يعيش بدون شنو؟ بدون إيمان بالغيب. بمجرد أن جردت الإنسان عن الإيمان بالغيب تكالبت عليه الأوهام، الاضطرابات. أنت تشوف العبادات ترى مو فقط للثواب. أنت لما تصلي وأنت تجي إلى صلاة الجمعة مو فقط إن شاء الله أنا أنال الثواب وكل خطوة إلي هلقد أجر أو الصف الأول من صلاة الجمعة له كذا من الأجر والثواب ما لا يحصيه إلا الله، الصف الثاني إلى كذا، الصف الثالث، وما هذا كله في محله. لكن أكو شيء ربما غائب، هو إشباع الجانب الإيماني، الجانب الغيبي. تركز عندك ممارساتك الدينية مضافا إلى أنه صح أكسب ثواب، أكسب أجر، أحقق منزلة في يوم القيامة، مسألة القبر، هذا كله شنو في محله. لكن أكو جانب مغفول عنه، جدا مغفول عنه. إذا تسأل اليهودي تقول له من هو المؤمن؟ يقول لك المؤمن هو اللي أدى ارتباط جيد بالله. أو زين، بارك الله. اسأل المسيحي من المؤمن؟ يقول المؤمن هو اللي أدى ارتباط جيد مع الله. اسأل المسلم من المؤمن؟ التأذات بالإسلام الحقيقي مو ارتباط جيد مع الله. الارتباط الجيد مع الله، الله جعل له وسائط، وسائطه هو المجتمع. نعم، وسائط المجتمع. لذلك أن أعبد الله ولا تشرك به شيئا وبعد شنو؟ وبالإيمان. عجيب، يعني جعل الله تبارك وتعالى الوالدين طريق المن. ماكو هذا باب، ما تقدر تقول أنا هذا الباب ما لا أريد أروح من الله. لا لا، أنت تروح خطأ، تروح خطأ. الله تبارك وتعالى جعل طرق من خلالها توصل، تتصل إليه. الإحسان للناس، الخلق الحسن، مساعدة الآخرين، تكون جيد ويا جوارك، تكون جيد من إلى جنبك، تعين الآخر في كلمة طيبة، هذا كله شنو؟ شو اسمه هذا بالإسلام؟ هذا شو اسمه بالإسلام؟ هذا عبادة. الإسلام دين اجتماعي، صلاة جمعة، صلاة جماعة، حاج اجتماعي، صوم اجتماعي، إفطار اجتماعي. لذلك تشوف الإنسان يعيش حالات الإيمان من خلال المجتمع. إذا من خلال الفرد، شوفوا الإسلام، الإسلام عملية متكاملة. تشوفوا في الجينات، إذا فد الفرد جين واحد
يصير في خلل، شو يصير؟ وين الخلل يصير؟ في المنظومة الجينية كلها. شوف يطلع مخلوق مشوه. الإسلام هكذا. الإسلام ما تقدر تقول لا والله أنا هذا الجانب أعيفة وهذا الجانب ما علي بي وهذا الجانب عايفة وأنا أخلي صلاتي وصومي وعبادتي. لا 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 ما يصير ما يصير. الإسلام قال لك أنت منظومة متكاملة، حتى تريد تصل إلى الأهداف الإلهية عليك بهذه السبل. اثنين، الإيمان بالغيب يؤثر حتى على عالم التكوين. عجيب. شلون؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شوفوا كل هذا عالم التكوين ارتبط بشنو؟ استغفر. طبعا هاي الاستغفار طبعا هذا الاستغفار لازم يكون استغفار حقيقي. تسبيح عن شنو معنى التسبيح؟ تقول سبحان الله سبحان. شنو معنى التسبيح؟ تنزيه. شنو معنى التنزيه؟ معنى التوحيد. شنو معنى التوحيد؟ معنى أول الدين معرفته. أمير المسلم الله. شوفوا التسبيح معنى التنزيه، التنزيه معنى التوحيد، التوحيد معنى شنو؟ أول الدين معرفته، يعني المعرفة. شوفوا التسلسل. إذا واحد ما عنده معرفة يقدر يكون موحد؟ إذا ما عنده توحيد يقدر يسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح. يعني الجمادات موحدة؟ يعني الجمادات شنو؟ الجماد عنده معرفة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا أنت تشوف الإيمان بالغيب يعطيك شنو؟ تسبح، تقول سبحان الله. إذا سبحت الله فأنت شنو؟ نزهته. فإذا نزهته فأنت وحدته. لأن لما تنزهه، تنزهه يعني شنو؟ يعني شنو تنزهه؟ يعني تبعد الله عن كل صفة، يعني جعلته شنو؟ واحد. إذا وحدته فأنت شنو؟ عرفته. أحسنت. لأن ما يصير توحيد بدون معرفة. الإيمان بالغيب يفتح لك أمور. شوف الآن، شوف شلون يأثر، يأثر الإيمان بالغيب على عالم التكوين. لاحظ الصدقة شو تسوي؟ الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. زين هاي الصدقة اعتبارية هاي، لكن شوف شلون أثرت في شنو؟ صلة الرحم. صلوا أرحامكم فإن صلة الأرحام تعمر الديار وتطول الأعمار ولو كان أهلها كفار وجار. ليش؟ لأن هذا أمر تكويني، هذا ما يربط بالشرع، هذا أمر تكويني. صل رحمك، تحسن إلى أبويك، تحسن إلى أبنائك، تحسن إلى ذويك. شوف الحديث إن الرحم معلقة بين السماء والأرض، تقول اللهم صل من صل وصلت واقطع من قطعه. دير بالك تقطع رحمك، دير بالك تسيء إلى والديك، دير بالك تسيء إلى حتى أرحامك، عن ابن عم ابن خال، هذول كلهم أرحام. زين هذا شيء له ربط بهذا، لكن شوف شلون يؤثر. صلة الرحم تأثر. هذا الإيمان بالغيب. الغيب إلى مجالات الواسعة. أخيرا، الإيمان بالغيب هو إيمان بانتصار الفضيلة على الرذيلة والعاقبة للمتقين. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. شوف اقرأ التاريخ. يظلم من ظلم، يعتدي من اعتدى، ينهب من نهب، لكن آخرها شنو؟ العاقبة للمتقين. آخرها. فالإيمان بالغيب يعطي قوة وطاقة هائلة للمؤمن بانتصار الفضيلة واندحار الرذيلة.
تقدر العامل الحاسم مو فقط في الحياة العادية، في الحروب، في المعارك، شنو هو العامل الحاسم؟ الإيمان بالغيب. الجانب اللي عنده إيمان غيبي هذا يكتب له النصر ويكتب له النجاح، وإلا 72 نفر يوقفون أمام 30,000. واليوم أنت تعرف من المنتصر، مو الدنيا تعرف من المنتصر. هل الحسين سلام الله عليه انتصر؟ لو يزيد انتصر، وين يزيد؟ معركة وقعت في نقطة جغرافية صغيرة، لكن ما بقت في تلك النقطة الجغرافية، توسعت إلى العالم. اليوم ما من بقعة في الأرض إلا وينادى عليها يا حسين. ليش؟ لأن الإيمان بالغيب يعطي ثقة وجزم بانتصار الفضيلة على الرذيلة. الإيمان بالغيب يعطي مدد عظيم للإنسان المؤمن بأنه سوف ينتصر ولو بعد حين. هون ما نزل بي أنه بعين الله. أنت قال لي أقول لك إيش سويت القضية؟ قال أنا حولت الملف لله. خلص تقول حسبي الله. أكو أعدل من الله، أكو أحكم من الله، حول الملف إلى الله وشوف الأمور كلها تكون بأحسن ما يكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بالغيب ويركز في أعماقه الإيمان بالغيب، الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وبكنتمه وبالأئمة سلام الله عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينتصر به لدينه ولا يستبدل بنا غيرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.